تأخر في تحرير رخص جديدة لاستغلال المقالع والمحاجر، تراجع نشاط وحدات إنتاج مواد البناء عبر الوطن. هذه المشكلة تواجهها مجموعة تواب التي تتخذ من ولاية المسيلة مقرا لها وتكبح من أهدافها التصديرية التي توجه 20% من إنتاجها للأسواق الخارجية. تستخرج هذه الآليات ما يزيد عن 500 طن من الحجارة يوميا، حجارة يتم استخدامها في تغذية مركب صناعة الجبس ومشتقاته ببوسعادة. هذا المصنع الذي أنشئ قبل 36 سنة بات اليوم من أهم موردي السوق الوطنية بهذه المادة. بعد من نحو الكوش تاع الأرجيل والأستريلير وين يكون كاين، نبدأ استخراج عملية المادة الأولية اللي هي الجبس لاماتير تاعنا بريمير، ونبدأ نغذو في المصانع تاعنا. ما إن يتم جلب الحجارة من المقالع حتى تدخل في عمليات الإنتاج، وبعد مرورها بمرحلة التكسير تحول إلى الفرن للطهي والمعالجة لتعطينا في النهاية جبسا جاهزا للتسويق. كي تدخل الفرن راح تقعد من نصف ساعة إلى 40 دقيقة، وين راح نتحصلوا على البلاتر لي لا فورميل شيميك تاعو سي اس او 4 ان دومي اش 2 او. في مرحلة الطهي استغنينا عن الماء بقيمة 3 على 2 اش 2 او. ابري درنا عملية البروياج، ومن بعد ستوكاج في السيلو برودوي فيني، ومن بعد ليكسبيديسيون كيما راكم تشوفوا تعبية اكياس تاع 40 كيلو. والقدرة الانتاجية للمصنع هي 600 طن يوميا. تواجد الشركة في بيئة تنافسية كبيرة منح مسؤوليها مزيدا من الخبرة والتحكم في جميع عوامل الإنتاج والاستثمار، واقع مكن المجمع من كسب حصة سوقية تقارب 60% بمعدل إنتاج 200,000 طن من الجبس ومشتقاته سنويا. إلا أن هذه القدرات الإنتاجية لم تمكن الشركة من تلبية احتياجات السوق الوطنية. حاليا هناك وحدة إنتاجية مختصة في إنتاج كل من مادة لاكول لوندوي البلاتر بروشتي البلاتر كونسيكس. من أجل مجابهة تزايد الطلب على منتجات تواب، لجأنا إلى القيام بإنشاء وحدات إنتاجية أخرى من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والرفع من قدرات الشركة فيما يخص التصدير. جودة المنتوج ونوعيته أسهم كذلك من رفع المجمع رهان التصدير. الشركة تقوم بتصدير ما يعادل 20% من منتجاتها إلى خارج الوطن، ونسعى دائما إلى الرفع من هذه الحصة إلى نسب أعلى. وبالرغم من النجاحات التي يحققها المجمع في مجال صناعة الجبس ومشتقاته وإسهامه في تنويع موارد الخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات، إلا أنه اليوم يواجه مشاكل تقلص موارد المادة الأولية بسبب اقتراب نضوب المقالع.